عندما التحقت بكلية الفنون، وهذه نظرتي حتى الآن، أن كليات الفنون لا تخرج فنانين ولا تملك ذلك، ولكن قد تساهم في صبغ مواهبهم، وقد تساهم هذه الكليات في إعطائهم المعلومات الضرورية عن تاريخ الفن. ولكن طلاب الفنون قد يكونوا من المحظوظين جدا إذا ما وجد في كليات الفنون أساتذة مبدعون، لأن الفن لا ينتقل بالتدريب العادي أو بالتعلم العادي، إنما ينتقل بوجود قدرة عند أستاذ معين. هذه القدرة تنتقل للطالب رؤية وسمعا، رؤية على مستوى الإنجاز تطبيقيا، وسمعا على مستوى الأفكار التي تنتقل من المعلم إلى تلميذه. وأعتقد جهد الطالب المتنبي أن ينتبه لأستاذه المعلم في كل صغيرة وكبيرة، في عالم اللوحة وفي عالم الفكرة. من الأشياء الهامة اللي وجدتها في فرنسا أن كل دوائر البحث الجمالي الفن التشكيلي والفضائي لا تفسر جماليات الفن الإسلامي إلا في حدود أن فن المسلمين وحضارة المسلمين متأثرة ومعجونة عدلا بالحضارة الإغريقية. كان جهدي في هذا الأمر أن أحصل على النظرية الجمالية الإسلامية من نظانها في الحياة الإسلامية والثقافه الإسلامية، بدءا بالكتاب الكريم القرآن. أن فن المسلمين لا يمكن تفسيره إلا بثقافة المسلمين، وكان فنا عظيما أن عبرت الحضارة الإسلامية تعبيرا عن منطقها الظاهري والباطني بواسطة الفن. وقد يجهل كثير من المسلمين هذا الأمر. حضارة الإسلام واحد من أعمدتها الفن والتعبير الجمالي. الفنان المسلم كان يسحب أناه، يسحب نفسه من عمله، فيكون العمل موضوعيا وغاية في الموضوعية والإحكام، وهذه الموضوعية هي التي قربته من علوم الهندسة والحساب والرياضيات. الناظر إلى هذا الأمر يرى أن الروح نفسها لا تستقر إلا في إحكام. يعني الروح الجمالي نسميه، لا يمكن الحديث عنه ولا يمكن استقراره في شيء من الفوضى أو شيء من الاندفاع الأرعب مثلا في العمل. هناك دائما يوجد هذا المؤشر إلى الإحكام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ختاما، والله هذه أزمة من الأزمات في حياتنا. هذه الكلمة التي تسمى في الكلور نفسها هي من الطامات الكبرى في حياتنا. أولا لانقطاعنا عن تراث حضاري عظيم، أصبحنا سواحا. سواحا ليس بالمعنى الصوفي، السياحة، لا بالمعنى الفرنجي، بس خذي هكذا. فعاد التراث نفسه ضيقنا عليه الخناء وجعلناه في حدود الأغاني والرقصات والربابات والمعازف التي ضيقنا على التراث، ورأينا أن تراثنا لا يخرج عن هذا الإطار، الرقص الفلكلوري في الغالب. وكأنما هذه الأمة في يوم من الأيام لم يكن فيها فلاسفة ولا مفكرين ولا مصلحين ولا مبدعين ولا معماريين ولا مهندسين أذكياء ولا فنانين. واحدة من الأشياء المنيرة جدا في تاريخنا الحكمة مثلا. نحن أمة الوحي، ونحن الأمة التي بين يديها الكتاب الخاتم القرآن الكريم. كيف لا يكون لدينا حكمة معاصرة؟ لماذا لا يكون يمتد من تراثنا هذا الجذر العميق ليصل إلى حاضرنا ومستقبلنا؟ الحكمة، التفكر، التأمل، لأنه بدون فكر لا يمكن أن نصل إلى حقيقة جمالية، وبدون فكر لا يمكن أن نصل إلى تطبيق جمالي في حياتنا. سوف نظل مقلدين وسوف نظل نتبع صناعات الترويح والتسلية، وتصبح حياتنا كلها تسلية وترويح إلى أن نروح. من أهم الأعمال التي قام بها الفنان والمفكر الجمالي دكتور أحمد عبد العال في السنوات السابقة تأسيس مدرسة الواحد، والتي صدر بيانها الأساسي عام 1987
وقد التف حوله لفيف من الفن في السودان باتفاق الرؤية والعزيمة. والغرض من تأسيس مدرسة الواحد هو خلق مناخ فكري جديد نستبصر فيه القضايا الحيوية للفكر والجمال. أما على صعيد المعارض الفنية فقد أقام الدكتور أحمد عبد العال أكثر من 45 معرضا فرديا وجماعيا داخل وخارج السودان في التلوين والزيت والنحت والتصميم، ناشدا من وراء كل هذا الترحال في اللون والفراغ تمثيل البعد الإسلامي الواعي والمعاصر في تأسيس حضور تشكيلي عالمي لا يمكن للمشاهد لأعماله إلا أن يتثبت من هويته العربية الإسلامية والإفريقية. نعم، هذا السودان الذي نعرفه اليوم هو مستودع حضاري عظيم التبت فيه رياح ثقافات عديدة، التبت فيه تقاليد عديدة منذ فجر التاريخ. هذا السودان كان مصنعا لأشياء مدهشة جدا في تاريخ البشر. هذه الحضارات منذ فجر التاريخ ومنذ الإنسان الأول، حضارة الشهناب وما غيرها حضارات ثالث، مرورا بفترات من الحضارة النوبية في شمال السودان، ثم الحضارة المسيحية، ممالك المسيحية من علا ومغرة، وكان ختام ذلك كل الحضارة والثقافة العربية الإسلامية. فتشكل في السودان هذا الكم الهائل من المعارف ومن الرؤى ومن التباليد، ثم دخل مع الإسلام تصوف الإسلام. هذا التصوف فيما أعتقد هو الذي له الأثر الكبير في تشكيل ملامح الشخصية السودانية الحاضرة، ملامحها الاجتماعية والثقافية والتعامل والخلق وما إليه. دخل التصوف الإسلامي ومهد لهذه الأرضية، ولذلك نجد حتى في التعامل الديني في السودان نجد فيه قدرا كبيرا من التسامح وقبول الآخر وبذل اللين والرحمة للآخر حتى وإن لم يكن على ذات العقيدة الإسلامية. ولكن الحقيقة طبعا أن هذا البلد الذي وصفناه بالمستودع الحضاري العظيم أو الكبير ساهم في الحضارة البشرية نفسها في صنعه وفي تقدمه وفي تطوره. وخذي مثلا ما يعرف بالأهرامات الموجودة في شمال السودان في البجراوية، هذه الأهرامات كان الناس يظنونها لفترة طويلة أنها مجرد تقليد لأهرامات الجيزة في مصر الشقيقة، تقليد متواضع لأنها كانت ذات حجم أصغر مما هي عليه في مصر. فكان ومؤرخين وكتاب وآثاريين يكتبون أن هذه مجرد تقليد لتلك التي في الجيزة، وذلك بفعل التداخل الثقافي بين مصر الفرعونية وحضارة شمال السودان، وتقبل الناس هذا الأمر لسنين طويلة. ولكن في العشر سنوات الأخيرة تجدد النظر إلى هذه الآثار. هنالك الآن نظرية من الآثاريين الفرنسيين، ونظرية أخرى من الآثاريين الألمان، ونظرية سبقت هؤلاء الآثاريين كتبها العالي السنغالي الكبير الشيخ أنتا ديوف، قدمها قبل 40 عام ولكنها جاءت من رجل من السنغال فصمتوا عليها وروها. ولكن بالوقت تجددت عندما وصل الآثاريون الألمان والفرنسيون إلى هذا الأمر أن الأهرامات التي في شمال السودان لم تكن تقليدا لتلك التي في مصر الفرعونية، إنما كانت هي الأصل، هذا الأصل الذي تطور في انحداره مع النيل شمالا إلى مصر فاستكملت الحضارة دورتها في مصر وعادت. وبهذا المعنى أيضا أن الحضارة نفسها نشأت في وادي النيل الأوسط، يعني السودان نشأت في السودان. الحضارة نفسها صحيح استكملت دورتها مع انحدار النيل شمالا لكن نشأت أصلا في السودان. أركان هذه المدرسة وبصورة موجزة، أولا تقديرنا واعترافنا بلغاء عبقري، بلغاء عبقري تم بين الثقافة العربية الإسلامية والموروث الأفريقي المحلي في السودان.
مدرسة الواحد تدعو مبتدأ إلى ظهور الفنان التوحيدي نفسه، لأنه لا يمكن أن نتكلم عن فن توحيدي بدون وجود فنان توحيدي. فنان توحيدي بمعنى أن نتخلص من قصة الانشطار. الفنان منشطر فيما ورثناه من فنون وممارسات وأفكار. الفنان منشطر وكأنما محبوس لرغبات ونوايا وأهواء ونوازع. نريد مرة أخرى أن يجمع الفنان نفسه.